يخرج النمر المنشوري للصيد ليلا، أما أثناء النهار فيبقى مختبئا في الغابة. وهذا النمر يعتبر أضخم النمور على الإطلاق، وقد يصل طول الذكر إلى 4 أمتار من ضمنها الذيل، وهو من أندر النمور أيضا. يتغذى على الأسماك والطيور والأيائل والحيوانات الثدية الأخرى، ومن ضمنها الإنسان، رغم أن النمور تخشى الإنسان. يجيد النمر المنشوري التسلق كحيواننا السري. إذا كان الحيوان السري